قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بالنسبة للإلحاد في أسمائه هو الإيمان ببعضها والكفر ببعضها، مثل ما قالت قريش: قالوا عرفنا الله فمن الرحمن، فاستنكروا الرحمن وهو اسم من أسماء الله، فقال الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ورد الله شبهتهم فقال: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزاده نفورا. وقال: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإلحادهم في أسمائه هو إيمانهم ببعضها ونكرانهم لبعضها، وهو أيضا من الميل، وهو من الميل لأنهم مالوا عن بعضها إلى بعض، وهي كلها الأسماء الحسنى لله جل جلاله. ولكن سبب النزول لا يخصص عموم اللفظ، فكل إلحاد في أسمائه داخل في ذلك. ومنه ما يذكره العلماء من أن اللحن في أسماء الله أو حذف بعض حروفها، اللحن اللغوي في أسماء الله أو حذف بعض حروفها داخل في الإلحاد. مثاله قول الناظم: نفوا من اسم الله لفظ الهاء فألحدوا في أعظم الأسماء. طيب، والذين يقولون هو أخذ من هاء نفس الشيء جلالة. نفس الشيء من هذا الذي يقول عبد الله ونحو ذلك، إذا تعمد ذلك فكأنه حذف الهاء من اسم الله، نفوا من اسم الله. أيضا من الأسماء ما يقال في عبد الله مثلا، نفس الشيء، كله يتحرج منه. نعم. واللحن إذا رفع منصوبا أو نصب مجرورا كذلك تقريبا، لأنه تغيير لما هو محترم، والمحترم لا يغير.